لهم شو صار لك انتبهي. ايه طيب خلص يلا حركيها هلا بتلزق يلا بس على مهلك لا تسرعي. طيب على مهلك فتون. لك عقله عن جد غريب كتير رح يجنني. بقول له نطحه بيقول لي انا عندي مقابله مهمه كتير وماني فاضي روح على مدرسته. قال طارق هو اللي بيحل القصه. ايه شو رح تعملي؟ يعني شو بدي اعمل؟ رح اروح على المدرسه رح روح حل القصه وارجع. طيب لا تخافي على الاغلب هاي جهزت رح اخذ لهم اياها ما؟ ايه والله فتوني سلم ايديك يا عم عزبه. اهلين بس خليني اطلع عن جد بعد 10 سنين بتصيري طباخه مهمه. الله يسامحك. يلا روحي انت ونحن هون رح نحل كل القصص لا تخافي على الشغل ماشي؟ طيب. فتون شو؟ حاكي ميمار هلأ وخليها تعزم الرجال تبع الدين. يعني رح نتدين؟ ما عنا حل غيره فتون. الغريق بيتعلق بقشة. طيب رح روح. انتبهي على حالك. قلت لي الطابل عندي. تعالي بسرعه استاذ كان درسنا اليوم حلو. شكرا تمام. ليك هي انسه جديده. اي يمكن ما فيك تمسك. نازلي بلا بقدر. انت شو عم تعمل هون؟ انت اللي شو عم تعملي هون؟ مو على اساس يجي طارق ويحل القصه؟ انا ما حكيت، انت اللي قلت هالكلام، حتى وقتها ما كملت حكي وانتهت المكالمه لانك سكرت بوشي. لا تواخذيني كنت مشغول كثير. بس ما قدرت تتحمل واجيت ما؟ خلينا نروح نشوف شو القصه بقى، انت بتعرف وينهم؟ كم على شو رايك نسال الموظفه وهي بتدلنا؟ اخذت ماري من 10. خليني اظبط لك هاي لنمثل الدور منيح. مرحبا ممكن اسالك صاله الرياضه وين بتكون بالمدرسه؟ هونيك بس تطلعوا من الباب على اليمين. طيب شكرا لك. اهلا وسهلا. يلا بسرعه يلا. منيحه هاي استاذ. برافو عليك سيطر على الطابه بايدك. ما فاتي هلا صار دوري اخذ الطابه. ما فيك تزتها. برافو عليك خذ الطابه يلا يلي بعده. ما فاتي صار دوري. بدر خليك مكانك. يلا انتو كملوا الدور ورا بعض. تذكرت حالي لما كنت بعمره. شو كنتي عاملة؟ نطحت رفيقتي مثل بدر. والله على الأغلب انتو أهله لبدر ما هيك؟ ايه مرحبا أنا خاله لبدر فريد أصلان. نازلي مرت خال بدر. تشرفت وأنا أكرم أستاذه بالرياضة. تشرفنا. طاهر طاهر انزين راكان بيك عم ينتظرك هون. خلص انت كمل شغلك. اهلا وسهلا. اهلين طاهر بيك. اهلين بمعلم المعلمين كلها. انت منيح؟ منيح وانت كيفك؟ الله مفضل علي وانا منيح كتير. ليك يا طاهر ما في لزوم نطول الموضوع. انا قلت لك من قبل ما عنا غير هم واحد هو انه نحمي حالنا من العدو. معناتها الحكي نحنا بنشتغل شغل وسخ شي؟ لا يا بيك. لا 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 بنشتغل الحقيقة بنضطر له. أنا لهيك إجيت لهم. أنا جاهز فوراً بس أنت أمرني يا بيك. هلأ أنا بدي منك شغلة واحدة طاهر. أنا في عندي عدو خطير بكرهه فوق ما بتتخيل وإذا صحتني فرصة بقتله وما بيرفلي جفن. فريد أصلاً تعرفوا شي؟ بعرفه من الصحف والمجلات. ها تعرف شو بدي ساوي لفريد أصلاً؟ والله حابب أضربه على راسه بشغلة مثل هيك وخليه يسبح بدمه من فوق لتحت وأنا عم بتفرج عليه. يا أما شو رأيك بهالبينسة هاي؟ رح قلع أسنانه واحد ورا الثاني واسحب لسانه. يا أما بتعرف شو؟ رح شيل هالمسدس وحطه براسه وأوسه. بس نحن ما فينا نعمل هيك موضوع. بتعرف ليش؟ لأنه أنا رجل أعمال وبتعامل مع ناس كتار وما بحب أتوسخ بنوب. لهيك شو بنعمل؟ بجيبك أنت لحتى تقتله. تحت أمرك طاهر. هالشي بمجال اختصاصك. ممكن انه نشيل قطعة من سيارة فريد أصلان مشان لما يركبها تقلب السيارة فيه. ايه فهمت علي. يا منرخي الفرامات وهيك بتتعطل.
يا واقف لك بنعمل هيك رح نرخي البراغي تبع الدواليب وقتها بيطير الدولاب وهو بيطير معه. طيب مثل ما بدك رح خليه يطير بالهواء انت بس امر. ايه انا هذا اللي بدي اياك تعمله بالضبط، بس خليني اقول لك. تفضل. ما بدي حدا يعرف ماشي؟ اكيد مستحيل حدا يعرف. ولا انا ما هيك؟ ما فهمت يا بيك. ما فهمت علي يا حقير؟ لك مين انت ولك؟ فريد اصلا بعتك لهون عشان تحفر لي قبري قبل ما اموت؟ جيبه لهون جيبه هاتو خليني ربي لهالحقير تعال 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 بترسك هون خلي فريد اصلا الحقير يجي وينقذك يلا يا بيك يا بيك بترجاك اتركني مشان الله يا بيك خلاص يا كلب يلا والله ما دخلني يا بيك والله ما دخلني لانك تعاملت مع عدوي مشان الله اتركني روح ما رح تشوفني بعد هلا والله العظيم شو تروح هاي انت ما عاد فيك تروح لك اللي بيلعب معي لسه ما خلق انا راكان بيك ولك بترجاك استاذ نحن عن جد محتارين كتير هو ما بيساوي هيك بالعادة بعرف هو صار عداء كتير مع رفقاته بعد ما خسر أبوه وأمه بس هلأ زايد هالعداء أكتر من قبل يعني بركي تخانقوا مشان مباراة كرة السلة صح مو منيح بس هيك منلاقي تفسير للي صار لا حياتي الأستاذ قال تخانقوا قبل المباراة كأنه ما سمعت سمعت حياتي بس في كتير مرات بيبدأ الحماس قبل ما تبدأ المباراة صحيح أنت ما بتعرفي هالشي كملوا يا أولاد لا حدا يوقف مو إلكن عم صفر حرك يلا كملوا برافو عليكم خلص كملوا لمعدين المباراة ما إلها علاقة بهذا الموضوع يعني بجوز شغلات أولاد بس على الأغلب شغلات سخيفة مو أكتر طيب شكراً لك أستاذ نحن منوعدك أنه نعاقبه لبدر بالطريقة المناسبة أكيد بس قبل ما نعاقبه منقعد منناقشه ومنسمعه بالأول مشان هو يعرف وين غلطه إيه طبعاً رح نحكي معه كمان بس الخطوات الملموسة مهمة كتير مشان يتعلم الطفل اللي بهالعمر الدرس ويحفظه مزبوط أكيد معروفة لهيك رح نشتغل على هذا الموضوع بالبيت يلا كملوا يا أولاد كملوا برافو بالدور ها يلا برافو أنا واثق إنكم رح تعملوا الصح بالشكل المناسب ورح يكون تصرفنا مع بدر واضح أنت لا تأكل هم أبدا أكيد رح نشرح لبدر ونفهمه النتائج السيئة اللي عملته شو هو نوع العقاب لا تخليني عفية هذا حياتي لو سمحتي بلا ما نلهي الأستاذ أكتر شرفتوا أهلا وسهلا وفيكن تاخدوا بدر على البيت يعطيك العافية مع السلامة بدر يلا تعا برافو يا أولاد يلا لا توقف شوف كيف رح تلغطيني أهزتيني ايه برافو عليك يلا أسرع من هيك بعتل برافو يلا صار دورك برافو عليكم روحي بدر نحن استغربنا كتير وقت عرفنا يعني قلنا بدر الحلو مستحيل يعمل هيك شيء مو هيك فريد؟ ايه ولهيك نحن بدنا نعرف منك شو الموضوع ما بدك تخبرنا شو اللي صاير؟ طيب هو اللي هجم علي ليش شو اللي عملوه هالولد؟ كان كل ما فاتني مع الصفي يضربني كبتفه واليوم ضربني حتى وانا ضربته كمان ضربته كمان؟ مين اللي علمك؟ عمو راكان علمني قال لي اذا حدا ضل يضايقك لا تسكت على حقك واضربه مع اني انا بسكت بس بعدين ما عاد فيني اتحمل وانا قلبي قوي فيني اضرب اي حدا يا ولد روحي بدر الكل في عندهم ايدين وبيقدروا يضربوا كمان يعني اذا الكل استخدموا ايديهم وضربوا بعضهم كيف ممكن تنحل المشاكل ما بعرف تيم هو اللي بلش بالاول وبعدين ضربته طالما انت مصر على هالشي فلازم تتعاقب ما عاد في تلفزيون لاسبوع ليش خالي كانك زودت العقاب إذا طبقت العقاب منيح بتصير أقل ليش بقى؟ يعني ما دافع عن حالي؟ مو زابطة بنوب كتير منيح أنه أخذناه من عند السيد راكان إيه إن شاء الله ما نكون تأخرنا وصلك على المطعم ولا بدك تجي معنا؟ خليني أروح على المطعم نازلي لو سمحتي تعي معنا طيب يا روحي انت لا تخاف انا عندي شغلة صغيرة بالمطعم بخلصها وبجي لعندك والمسرح احكي لك قصة حلوة طيب صحتين وعوافي شريف بيك حكيت معك عن موضوع الدين يعني ممكن تساعدنا هلا نحن منعرف بعض من زمان كتير
بتعرفي ما بشتغل مع حدا ما بعرفه، ولهيك بحب أعرف الناس كتير منيح وأوثق فيهم كمان. طبعاً طبعاً، بس أنا وثقت بالمدام نازلي وأكلت من تحت إيديها. شكراً كتير. معناته ممكن نتفق مو هيك؟ والله أنا جاهز، ما عندي أي مشكلة بهذا الشيء. أصلاً المبلغ اللي طالبينه مو كبير كتير، يعني محلولة. بس لازم تعرفوا شروط الاتفاق، ما لازم تحكوا شيء لأي حدا عني، وأنا رح أعطيكم المصاري مقابل سند. والأهم من هيك أنه ما تتأخروا بالدفعات ولا دقيقة. لا تقلق أبداً، بوعدك ندفع لك بالوقت المحدد. كتير ميمار، أنا ممكن أمشي لأنه بدر لحاله بالبيت. طيب، أنت ضيفي الحلويات لشريف بيك. ماشي، شرفتنا شريف بيك. الشرف إلي، مع السلامة. بخاطر الله معك. شريف بيك، بتحب حلويات معينة؟ خليها على ذوقك، أطيب. طيب، ما رح طول. اليوم كان مزاجه معكر، قريت له 3 قصص إلا شوي كنت أنا نمت. عملها ألي؟ شكراً كتير. بس ليش لهلأ سخن؟ كيف عرفت أني رح أنزل بهالوقت؟ حسيت. حسيت. أنا صبيت القهوة لما سمعت صوت باب غرفة بدر وأنتي عم تسكري. أحكي هيك من الأول. يسلموا إيديك، إجت بوقتها. شو تعبتي مو؟ عم تروحي تشتغلي بالمطعم وبعدين بالبيت وفوق هيك بدر؟ لا الله يسامحك، بدر ما بتعب منه، بالعكس بنسى تعبي معه وبرتاح أنا وياه. بس هو ولد محظوظ، وبصراحة أنا محظوظ فيك. بحبه كتير لبدر، وهو بيعرف إني بحبه، مشان هيك بيتدلل شوي. ملاحظ هالشي؟ وليش هيك عم تطلع فيني؟ عم تطلع عادي. لا عم تطلع وكأنه في مليون إشارة استفهام، كأنك عم تدور على شي. ما عندي فضول أعرف شو هو اللي مخبيتيه ومتعبك. مو مخبية شي بنوب فريد، يلي بتشوفه ويلي بتسمعه كله صح. وليش لخبي إذا فيني أقول شو في بقلبي؟ إذا في شي أكيد رح أقول. أنتي وحدة نقية وصافية، أوقات بحس إنه فيني أشوف قلبك. روق شوي، والله خجلتني. الخجل ما له لزوم. أنت بنت بتاخد العقل ومثالية على طول. انسى انه نازلي بنت مثالية فريد، لانه بالحياة ما في حدا مثالي وخصوصي انا، هي الحقيقة. كأنه صوت بدر. يلا رح أشوف شو بده بدر.
كنت رح نام وأنا عم حاول نيمه لبدر. عم يتعذب لينام. إن فكرة كل الأولاد سهلة تربايتهم مثل تربايتي؟ بعدين إجباري بدها تصعب عليك الحياة بوجوده. نورمان، حتى وأنت كبيرة بتعذبيني أكثر من بدر بكتير. إيه، كيف خطرنا عبالكم بقى؟ كنت بدي أوصلها على البيت، بس ما معها مفتاح. أنا جمعت كل أغراضي من عند عزيز وطلعنا لنروح على البيت، بس تذكرت إني نسيانته، لهيك اتصلت فيكي. على الأغلب أنا تاركته فوق بالغرفة لأنه ما أنه معي. ولما ما قدرت أوصل إليك ولفتون قلت بجي لهون دغري، بجي منه بشوفك أنت وصهري فريد، ومنه بخبرك أنه اليوم رح أرجع على البيت، ومنه باخد المفتاح منك. أصلاً أنت هيك هيك معنك بحاجته للمفتاح. أنا نفس الشيء، عن جد في مرات أنا ما بعرف وين بترك موبايلي. اسمه بالفصحى هاتف محمول، يعني لازم تحمله بجيبتك وين ما رحت، هيك ما بيضيع. هات حسب الواحد إذا هو مهووس فيه. رد علي يا عزيز لو سمحت، رد بقى. هون مدام؟ ايه هون. تفضل، خلي الباقي لها. كأنه ما في حدا بالبيت. لوين بدي روح هلا؟ شو بدي اعمل؟ عن جد روحتك على البيت احسن لك، وثقي فيني. فردي وشك بقى، تتسلي مع فتون هنيك. لكن نورمان ما رح ترتاحي هنيك قد ما بترتاحي ببيتك. الحقيقة أني كتير كنت مرتاحة ببيت عزيز أختي، بس يلا. تعرفي شو؟ رح يعلمني أعزف جيتار. جيتار؟ إيه طبعاً، العزف على هي الآلة رح يطلع حلو مع بنت هبلة ومجنونة. ضلت مسخري علي، بس لما أتعلم وقت ورجيني حالك. ورح نشوف. بس قليلي، من وين طلع حبك للجيتار هلأ؟ شي أكيد صعب كتير على واحد مثلك يتأقلم على الحياة الزوجية. والله ما تغير علي أي شي، أنا وبدر ونازلي من قبل كنا عايشين سوا. صحيح، بس في فرق. كانت نازلي تشتغل هون طباخة، وهلأ هي زوجتك وفي إلها نظام الخاص هون بالبيت. غير هيك ما حدا بيعرف لأنت رح يستمر هالشي بينك وبينها. الزواج اسمه الزواج عزيز، مو اسمه هالشي. بعدين بحق لنازلي تعملي اللي بدها اياه، وحتى لما هي اشتغلت هون عملت نظام خاص فيها. صح، معك حق، جبرتك عالشي. أنا بسأل حالي بالنسبة لزلمة مثلك عنده قواعده الخاصة، كيف عم يقدر يتأقلم مع حالة زواج مو حقيقي؟ عزيز، نحن هلأ متزوجين، بس هالقرار مو قراري أنا لحالي، هذا قرارنا. وحط هالشي براسك وتقبله. نازلي بالمكان اللي بدها إياه ومع الشخص اللي بدها إياه. لا فريد أصلان، نازلي أنت حطيتها بالمكان يلي بدك إياه، وأنت جبرتها تكون بهالوضع. يا عزيز عقال بقى، وبدل ما تلحقنا بكل مرة مثل المجنون، وبدل ما تفكر كيف بدك تغلبني لاقي لك حل لشغلات تانية، عزيز تركنا بحالنا بقى. ايه شو الموضوع لسه هلأ كنتو مناح؟ لك شو صار لكم؟ هلأ بتفيقوا للصبي؟ مو مشكلة، انسوا الموضوع. فريد،
سليمة؟ شبيك شو صاير معك؟ ديما ليش جاي لعنده؟ جيت لحتى خبركم شغلات مهمة بتخص راكان. ديما يلا بسرعة احكي شو الموضوع. عزيز والله اللي صار شي كتير بشع ومو حلو. طيب طيب تعي ارتاحي اهدي شوي اقعدي هون واحكي ماشي. تعي رح جيب لك كاسة مي. يا بشير يعني انتو بدكن تخلوني جن على الاخر؟ انا مو قلت لك خلي زلمتين حارسين حواليها؟ شلون هربت هي؟ معك حق معلم بس المدام طلعت من وراهم. لك كيف طلعت من وراهم يا بشير؟ طيب فيك تقلي وين راحت هلا؟ انا تحريت عن الموضوع، قال شافوها راكبة تاكسي. هلا شو بتحب نعمل؟ انا خايف تحكي عن اخوها. صدقني اذا حكيت شيء انا رح اقتلها بايدي. اكيد بتكون عند عزيز. شو نعمل معلم؟ نحن لازم نلحقها قبل ما تقله. بعرف بشير لا تكتر حكي اصلا مو شايف قدامي. ها سكر انا بلاقي طريقه وبحلها. سكر اخ يا ديما اخ. ديما ما هديتي شوي؟ ايه بلا هديت شوي. ديما بدك تقولي شو صار ولا لا؟ هلا بس تهدى بتحكي ماشي فريد؟ خانقتي مع ركان؟ طيب قولي لي زعجك بالحكي؟ ما دد ايده عليكي؟ انت ليش ساكتة؟ لك قولي لحتى نروح كسره لهالواطي. هاد هو عزيز لا ترد لو سمحت. رح اشوف شو بده. عزيز ممكن تترك الموبايل. شو بده هالحقير؟ الو تفضل. عزيز مرحبا مساء الخير. لا تواخذني عم بزعجك بهيك وقت. ما عم بقدر وصل لاختك. يا ترى هي عندك؟ شو صاير ركان؟ معناتها هي عندك. اسمع عزيز انا لازم احكي مع اختك. انتو بالبيت؟ لا نحن ببيت فريد وقاعدين كلنا معه. هي بامان ما في داعي تقلق ابنك. طيب عزيز معلش تعطيني اختك في موضوع مهم كتير ولازم احكي معها لو سمحت. بدي عزبك يعني. فيك تقول يلي بدك يا الي. يلا يا عزيز من قبل حكينا بهالموضوع. انت مالك علاقه بمشاكلي العائليه ابدا. لو سمحت لا تتدخل. هي مرتي. هلا رح اطلب منك بادب لو سمحت خليني احكي مع مرتي. خدي حاكي. نعم ركان. هذا أحلى صوت سمعته عن جد مثل السحر. أنت أحلى مرة بالدنيا كلها يا حبيبة القلب. اسمعي ديما لو سمحتي هلأ قومي من عندك وحاكيني من مكان ما في حدا. ما بدي حدا يحس بشي. ولا تنسي تاخدي موبايلك معي لأنه بعتلك عليه رسالة اعتذار. عن إذنكم خليك معي.
نعم ركال، عم اسمعك قول يلي بدك تقوله. كأنك لسه ما قلتي شي لحدا. برافو عليكي، انت عملتي صح، يعني انا بهنيكي، برافو، انت مرة ذكية كتير. لسه ما خبرت حدا بشي، بس رح خبر الكل. رح قلن انه انت اللي ورا الحادث، وانت اللي قتلت امير وزينب، انت اللي قتلتن يا مجرم. الله يسامحك حبي، شو هالحكي هاد؟ كيف بدك تعملي هيك ديما؟ ما حكينا بالموضوع وحليناه. انا ما قلت لك رح خبر الكل انك انت اللي تركتي نازلي للموت بالثلاجة اذا خبرتي اي حدا؟ انا مو قلت لك بقول هالشي اذا انت بتحكي؟ اسمع، مو مهم هذا الشيء. انا فيني لاقي لحالي محامي شاطر، بس انت، انت ما رح تقدر تطلع من جوا ابدا. انت رح تعفن بسجون، عم تفهم؟ يا الله، اي مرتي حبيبتي اللي انا بعرفها مجنونه وكتير كمان. والله ضحكتيني من كل قلبي بهالحكي الحلو يا مرتي. لك يا ديما، انا الي سنين كتير زوجك، وانت لهلا لسه ما عرفتيني منيح. يا مرا، انا من زمان ضمنت حالي منك ومش الحال. انت ما فيكي تحكي ولا كلمه، ولا حتى كلمه عن كل اللي عملته يا حياتي. انت ليش كتير واثق من حالك؟ ديما بعتلك مسج وفي صور، ممكن تفتحي موبايلك وتشوفي؟ الو دمدوم، عم تسمعيني؟ يلا افتحي الصور لا تخافي وشوفي شي حلو كتير. لشو بعتها؟ لشو بعت لي صورة واحد مربوط؟ ومين بيكون؟ هذا اسمه طاهر، فريد فوته بيناتنا، وبعد هيك قدرنا نكشفه لهالكلب. بس هالزلمة صار بالنسبة إلي تأمين على عمري. تعرفي لشو؟ لأنه الزلمة اللي الله يرحمه حتى لو كان جاسوس علي لازم نترحم عليه. طيب مين هو اللي قتله لطاهر؟ انتي. اليوم اللي أخذتك على الغابة لعلمك على المسدس وقلت لك أوصي على الهدف، كان الهدف باب، بس ورا الباب في طاهر معلق. وانت اللي قتلتي يا فهمانة، لما عصبتي مني قررت تأوصي وتفرغي غضبك، لهيك ضليتي تأوصي على الهدف وفضيتي المسدس وما ضل فيه ولا رصاصة. الحقيقة إنه نحن اللي حطينا طاهر ورا الباب. كيف بتعمل فيني هالعملة الوسخة؟ لا غلط، أنا ما عملت شي أبداً، أنت اللي عملتي بحالك هيك. هلأ أنت صرتي قاتلة محترفة ديما. حياتي صرتي قاتلة محترفة مثل زوجك راكان كمان. يا الله. صحيح، بالمناسبة في شي بدي أقوله. السلاح الحلو يلي قتلتي فيه طاهر مخبيه معي لأنه بصمات أصابيعك الحلوة عليه بمكان آمن، حتى دفنت طاهر بمكان كتير حلو ما حدا بيعرف وينه غير أنا. ولهيك اسمعيني كتير منيح يا ديما، إذا أنت بعتيني أنا رح بيعك، إذا أنت حرقتيني أنا رح أحرقك مثل ما بحرق الشجر. وهلأ رح تسكري تليفونك بهدوء وتروحي لعندهم بهدوء كأنه ما صار أي شي بيني وبينك، ونعمل كذبة حلوة إنه نحنا تخانقنا مع بعض وإنه نحنا تصالحنا، وقولي إنه راكان جاي لهون مشان يعتذر مني. أنت عم تفهمي علي؟ يلا لشوف، كتير بحبك وهي بوسة. عن شو عم يحكوا كل هالوقت هاد؟ ما بعرف ابنه، بس عن جد أنا ما شفتها بهيك وضع من قبل. أكيد صاير بينهم موضوع كبير. بيصير بين المتزوجين مواضيع كبيرة، مو مثل زواجكم مثالي. أنا رايح شوف شو عم يحكوا مع بعض، قلبي مو مرتاح لهالقصة. عزيز قومي إختي. ديما؟ ديما؟ شبكي أختي، شو صار معي؟ شو قال لك هاد؟ ديما لو سمحتي اهدي، خدي اشربي مي.
انت لما اجيتي لهون قلتي انه بدك تخبرينا شيء مهم بخصوص راكان، وكلنا عم نستنى انك تقولي هالشيء. يلا احكي، شو الموضوع؟ احنا اتخانقنا، بس انا خفت كتير. شو عمل ضربك شي؟ اذا ضربك خبريني ديما وما تخافي من اي شي. ماشي احكي. راكان عصب وخانقني كتير، وانا عليت صوتي ورديت بوشه كمان، بعدين صار يصرخ اكتر. شو السبب يعني؟ نورمان انتي ما تتدخلي، مش عم نفهم شو القصة. خلاص اسكتي. صراحة ما كان في سبب مهم، يعني موضوع تافه، بس توترت وما قدرت سيطر على اعصابي بنوب. ايه ليش اتصل فيكي وشو كان بده مني؟ راكان عارف انه غلط بحقي واتصل لي يعتذر، حتى قال لي انه هو على طريقه جاي لياخذني مشان يرجع يعتذر مني قدامكم مره ثانيه. اجا السيد راكان. ليش ديما عم تبكي؟ عزيز في كتير شغلات انت بتعرفها بس اللي جوا ما بيعرفوها، قصه الاجهاض وصايد بدر اللي خسرناها واتهامكن إلي بالحادث تبع أخوك وقصص تاني مثل هيك، بعرف إنه الحق علي ولهيك بدي أعتذر منه بعد إذنك. طبعاً ممكن لا تواخذوني إذا زعجتكم بهذا الوقت المتأخر، ما بتمنى توصل الأمور لهون. حبيبتي بتمنى تسامحيني، غلطت بحقك وضغطت عليكي كتير، يا ريت تقبل اعتذاري لو سمحتي. تعرفي انتي انه كل شي عم بعمله بهاي الحياة كرمال حبيبتي ديما. يا عمري اشتريتها لتسامحيني. ديما لا تخجليني، يلا خديها. أنا آسف حبيبتي، لما عرفت إنها طلعت من البيت والله كانت رح تجيني شلطة. راكان إذا بتفكر تضايق ديما مرة تانية رح تلاقيني واقف بوشك. عزيز بعرف إنه أنت قلقت يعني، وكل اللي هون كمان قلقوا، وأنا بعتذر منكم كلكم، بس يعني هاي المشكلة بسيطة بتصير بكل العائلات بين الزوجين، وأنت بتعرف القصة بسيطة ومو مستاهلة، بس أنا متوتر بهالفترة. أنا عن جد بعتذر لأنه زعجتكم بهيك وقت، كنت حابب إني أشوفه لبدر بس بعرف إنه بيكون نايم، وصلوا له بوساتي. يلا نمشي حبيبتي، ماني حابب نزعجهم أكتر من هيك. يلا حبيبتي. ديما صرتي منيحة هلأ ولا لسه؟ قليلي. ديري بالك على حالك، ما تخاف علي. يلا حبيبتي تصبحوا على خير، انتبهي على مالك شوي شوي. شو اللي صاير بينهم؟
لما شفت ديما بهالحالة خفت كتير، واضح إنه صاير معها مشكلة كبيرة. إجرها كان صالحها وببساطة راحت معه. مو حاسين إنه في شي غريب؟ إيه طبعاً، اللي صار غريب كتير. يعني قصدكن هي لعبة من أختي ديما؟ لا عزيز، واضح إنه هي مانا لعبة. ديما كانت عم ترجف وهي عم تبكي. أنا ما عجبتني حالتها لديما، بظن إنه في ورا هاي الخناقة شي كتير كبير. مثل شو؟ ما بعرف، بس لازم نعرف بأسرع وقت. عزيز، لا تترك ديما لحالة بقى. طبعاً ما رح أتركها، بكرة بروح لعندهم ورح أحاول أفهم منها شو يلي صاير. إيه أحسن. صح إنه أنا وأختك ديما علاقتنا مو منيحة، بس مبين إنه المخلوقة تعبانة ونحنا لازم نوقف جنبها. مو هيك فريد؟ إيه مزبوط، بس أنا هلأ عم فكر ببدر. الحمد لله إنه قدرنا نطالعه من عندهم. معك حق، مو حابة أتخيل وضعه لبدر لو هو كان عندهم بالبيت اليوم. على أساس الوضع هون مناسب أكتر؟ يعني هلأ وقته هاد الحكي؟ لك بقصد لأنه زواجكم مانو حقيقي، زواج على الورق وبس. نورمان، ما عاد تحكي بهالقصة. بما أنه انفتح الموضوع، خلونا نتفق أنه يضل سر بيناتنا وما نعطيهم ولا ثغرة. الحمد لله أنه ما فاق وما سمع أي شيء. مين بيعرف بشو بيكون عم بيحلم بهالوقت؟ بالقطط أكيد، والهمبرجر والملاهي وفوتبول والسيارات والبنات كمان. لا هيك ما بظن، طفل بعمره ليش ليشوف بنات بأحلامه؟ أنا كنت شوف. اللي كانت حبك الأول؟ يعني فيك تقولي هيك. طيب ماشي، فوق راس الولد ما فينا نحكي هالقصص، تتخزن بعقله الباطن. غارت علي. شو كان اسمه؟ مين؟ حبك الأول. يعني فضولك ما عجبه يشتغل غير بهذا الوقت؟ ايه بس انا قلت لك اسمه. ايه مزبوط قلتي لي اسمه، وبعدين اجت فتون واخذته منك. والله ومتذكر، قلي اسم حبيبتك الاولى ومين اللي اخذها منك. انا ما بسمح لحدا ياخذ شيء بخصم. ايه بعرف انك ما بتسمح لحدا. يلا احكي لي فريد، ليكون في بماضيك شيء قصه بتوجع وما بدك تتذكرها. تلاقي الخير نازلي. ايه فهمت، لا تؤاخذني، مو قاتلي حالي لأعرف، شو بيهمني، بس قلت منتسلى شوي. تمام شريف بيك، اليوم بمر لعندك بالمرة بوقع وباخذ المصاري. شوف ما تشغل بالك ولا تقلق بنوب، رح نرجع المصاري بوقتهم. شريف بيك لازم سكر هلأ، يعطيك العافية. شو مع مين عم تحكي لهم بعد كل هالقد؟ مع بياع الخبز، عم يعمل خبز كتير طيب، وصيته يبعت لنا على المطعم. بالمناسبة إقبال خانهم بعتت بدر من بكير كتير، مشان ما تقلق عليه. تمام، بدي روح، أنا تأخرت على المطعم. خليني وصلك بطريقي طالما رايحة على المطعم. شوف أنا عندي مشوار قبل المطعم، ولهيك ما في لزوم أنك تغير طريقك. طيب خليني جيب جزداني من جوا، بشوفك. الله معك. شريف بيك، نحن متضايقين مادياً بهالفترة، صار له كم شهر المطعم ما اشتغل منيح، ولهيك بدي منك لو سمحت إنه يكون تقسيط المبلغ على 3 دفعات. نازلي خانو، حضرتك ثقة بالنسبة لنا، بس بالدنيا في موت وحياة، منشان هيك لو سمحتي وقعي لي على هدول السندات. تكرم عينك، هذا حقك ولازم تضمنه. لا تقولي هيك لو سمحتي، لأنه حقي عندكم مضمون. المبلغ رح يكون 300,000، وقعي لي 3 سندات كل واحد ب110,000. 10 فايدة كل شهر؟ يعني لا تعتبريها هيك، فيك تقولي مربح. طيب
المصاري جاهزين، تفضلي عديهم. ما في لزوم. بدك ما تواخذيني لأنه أعطيتك ياهم باليد، بس يعني أحسن ما نعلق بمعاملات البنك. ولا يهمك، بكفي إنك وقفت جنبي وطالعتني من مشكلة. لا العفو، شغلنا نطالع الناس من المشاكل. رح أحط السندات بالدرج هون. ما رح نضل 3 شهور، إن شاء الله منسدد المبلغ قبل. كل ما سددتي دفعة بتاخدي سند. فهمت، معناها رح أروح وأدفع المبلغ، ما بدي أتأخر أكتر من هيك. شكراً إلك. مع السلامة. المصاري اللي أخذناهم من شريف بيك رح نسدد فيهم الديون، بس لازم نشتغل كتير مشان ما نتضايق الشهر الجاي. طيب، حتى عم فكر دور على شغل تاني. شو عم تقولي؟ يعني ليش الشغل التاني؟ لأنه المطعم لحاله ما بيكفي. طيب نازلي، بس أنت ما عندك وقت لتروحي على شغل تاني، عندك شغل المطعم وشغل البيت وجامعتك نسيتيها؟ منيح اللي ذكرتيني، لازم روح جيب محاضراتي بكرة، رح سجل مشان ما أنسى. نازلي لا تنسي تجيبي محاضراتك، يمكن روحتي على الجامعة تفيدني شوي كمان، بركي بسأل رفقاتي عن شغل. ايه نازلي، آخر مرة سألتيهم فيها عن شغل تعرفتي على فريد بيك وتغيرت كل حياتك وتزوجتي، مين بيعرف هالمرة شو رح يصير؟ فتون الله يسامحك، أنا هلأ مرة متزوجة وسعيدة بحياتها. ايه والله تتهني. يا ريت لو رفقاتك يدبروا لي عريس لقطة مثل ما دبروا لي. يا سلام، شو قلتي؟ ميمار، مو على أساس أنت معجبة بطارق؟ لا يعني ايه، بس طارق ما نو حاسس فيني أبدا، وكمان انتي فتون ما ساعدتيني. بس مثل ما بتعرفي يا وردة اليابان، هاي الأمور ما بتصير بسرعة هيك، بدك تكوني صبورة شوي. لكان شو مفكرة؟ لحظة بس دقيقة، انتي وطارق؟ ايه يعني، بس لسه ما صار شي. انتو بتلبقوا لبعضكن كتير، بتجننوا على فكرة. ارتاحوا ارتاحوا، خليكن قاعدين انتو. ايدي هلا نورمان، معلش يتقطعوا. ما شو هاد؟ سلم ايديكي نورمان، هاتيون عنك. يلا ما في داعي تنقي هاليوم، اعتبريه بدل اللي قعدتيهم بالبيت. بعدين نحن ما عم نتسلى، قاعدين عم نظبط امور الشغل هون. شوفي، في عنا خطط جديده هاي الفتره. حلو، وانا كمان حابه خطط لشي جديد، واللي هو اني اخلص من هالشغل باسرع وقت ان شاء الله. وانا بتمنى لك هالشي يا روحي، بس بالاول بدي تلتزمي بالاتفاقيه، ممنوع تطلعي من المطعم قبل بدقيقه. ايه يلا، انتوا اخوات بين بعضكم، اجا طارق وانا رح روح شوفه. يلا أختي الحلوة يلا. أهلين طارق، كيفك؟ شو عم تعمل هون؟ منيح، أنت كيفك؟ منيحة مثل العادة، كل الوقت شغل. معناته مشغولين ها؟ اليوم عندكم شغل طبعاً؟ نوب، لساتنا الصبح وبهذا الوقت ما بيصير عنا ضغط. يعني ما بلشتوا تحضيرات مشان المساء؟ يعني نحنا بالأول منحضر لوجبة الغداء وبعدين لوجبة العشاء، وبما أنه ما في مناسبات فنحنا مرتاحين اليوم. والله أنت يا فتون بتخوفي، محترفة بحفظ الأسرار. كيف يعني، شو قصدك؟ لخلصنا بكفي بقى. يي والله عشوي أنا كنت رح صدقك، عن جد أنت يا فتون ممثلة كتير عظيمة. الله، بس ما في داعي تمثلي علي فتون، لأني بعرفك منين. شو بتعرف؟ عم قلك بعرف. لك شو؟ لك شو صار لك؟ بعرف أنه نازلي خانهم عم تحضر لحفلة المساء تفاجئ فيها فريد بيك بعيد ميلاده، وانت عم تساعديها. عم تحاول تفهمني انه اليوم عيد ميلاده لفريد بيك. الله، لساتك مكملة بالتمثيل، والله برافو، بهنيك عن جد، انت مبدعة. بس بتعرفي شو، ما كنت متوقعك انه عندك خبرة لهالدرجة بمجال التمثيل. يلي واقفة قدامي محترفة، ولك بتستحقي جائزة اوسكار لهي السنة، الممثلة الرائعة والمبدعة فتون. برافو عليك. طيب فتون، طارق واحد منا وما في داعي انك تخبي عنه. شوف طارق، اكيد نحنا مستحيل ننسى هاليوم، بس كنا حابين نخبي هالشي مشان تزبط المفاجأة اللي رح نعملها المساء للسيد فريد. كل القصة انه فتون تفاجأت انك بتعرف. ايه والله انا عن جد كتير تفاجأت، لانه على اساس الموضوع سر. بس انت من وين عرفت؟ قلي ها. بس اسمحوا لي لكم انه انتم مو شاطرين ابدا تخباية الاسرار. ايه طبعا، لانه فريد بيك بيعرف انه انتم رح تحتفلوا. قصدك تقول انه فريد رح يكشف المفاجاه اللي انا عملت له اياها بعيد ميلاده يعني؟ ايه سعيد بيك هو اللي خبرني، لانه فريد بيك قال له لسعيد بيك هو متوقع انه انتم عاملين له مفاجاه المساء، وقال كمان انه مستنيها بفارغ الصبر. ليك انا كيف فضحت حالي. سعيد هو اللي بعتك لهون مشان تخبروني باللي عم يصير؟ ايه بعتوني لشوف شو عم تعملي، وقالوا لي بدنا نعرف كل شيء بالتفصيل، بس حاسس اني وقعت بورطه لأنكن عرفتوا أني كشفت القصة. شوف طارق، لا تخاف أبداً، ما رح نخليهم يعرفوا، بس بتعرف شو لازم نعمل؟ أنت اتصل بسعيد على أساس أنك عرفت أنه عاملين حفلة اليوم المساء مفاجأة لفريد،
ايه وانك ما حكيت معنا باي موضوع، يعني نحن ما بنعرف. ممتاز، يا ريت والله مشان ما نحط بموقف محرج. لا تاكلهم. رح احكي مع سعيد بيك وقول له هالشيء. وبرايي لازم ضل هون مشان ساعدكم، يعني في حال لزمكم اي شيء من برا مشان الحفله خبروني فورا ورح تلاقوني جاهز. يسلموا طارق، باي. هلا شو بدنا نساوي ناصر؟ ما بعرف، لكن امبارح كنت متذكره، بس اليوم انشغلت بقصه القرض وراحت القصه كلها عن بالي. يا الله دخيلك، من وين طلعت لنا هاي القصه؟ نازلي شو لازم نساوي؟ عندي فكره، خلينا نرفع كل الكراسي والطاولات ومنعزم رفقاتنا ومنساوي الحفله هون، شو رايك؟ فتون شو هالمسخره؟ ما سمعتي شو قال؟ مفكرني فريد عملت له مفاجاه كبيره، ما فينا نعملها هون. لازم ندور على مكان كبير، حتى لازم نفكر شو لازم نساوي مشان نفاجئه لفريد. معك حق، خلينا نفكر شوي. منصير منتواصل عليه. شكرا كتير إلكم. الجو حلو برا، ليش مسكرة هاد؟ هيك بتتهوى الصالة، شو عم تعملي؟ لا ولا شي، عم اتفرج على صور سعيد. هلأ ما بعرف إذا صارت تطورات بعلاقتكم، آخر شي بعرفه أنه اتفقتوا تضلوا أصدقاء ما؟ ايه فعلا هذا اللي صار. لكن نازلي شو طالع سعيد حلو بهاي الصوره. فتون يعني حتى لو كان رفيقي ما بيصير اشتاق له مثلا؟ لا تطلعي فيني هيك. لحظه وقفي، هاد فريد مو؟ ايه هنن كاتبين بمناسبه عيد ميلاد فريد اصلا، هاي الصوره من 7 سنين. بس نحن ما بنعرف غير سعيد من بيناتهم، الباقي ما اجوا على العرس كانه. حاسة إنه نفترقوا عن بعض نازلي، مع الأسف. شكلهم كتير كانوا مقربين من فريد. عادي، مو الكل بيقدروا يحافظوا على رفقاتهم القدمة، يعني مو الكل مثلي. ايه طبعاً. فتون لقيتها. شو لقيتي حبيبتي؟ لقيت المفاجأة اللي رح نعملها بعيد ميلاده لفريد اليوم. كيف؟ أصدقائه لفريد اللي هون منجمعهم كلهم بنفس المكان، يعني منخليه يجتمع مع رفقاته من جديد ويرجعوا ذكرياتهم. وفريد ما رح يتوقع هيك مفاجأة. عن جد فكرة حلوة نازلي، بس نحنا كيف بدنا نلحق كل شي من هون للمساء؟ ومين بيعرف وين صارت أراضيهم؟ والله ما بعرف، بس القرابة بيجوا أكيد. خلص نحنا بنعمل اللي علينا. برأيي فريد رح يفرح كتير بالمفاجأة. طبعا. نازلي الحلوة، شو عم تساوي لهلأ؟ عم ابعت لهم رسائل كل واحد لحاله، ما بدي ابعت رساله مشتركه للكل، مو حلوه. يا سلام، عن جد فكره حلوه، مع انه كان فيك تعملي لهم مجموعه وتبعتي لهم رساله واحده. بتوقع انه كانوا رح يستمتعوا بالرساله اكثر من كل واحد لحاله. بحب احكي بمجموعه وابعت لهم رسائل بنص الليل. انا اكثر وحده بتعرفك فتون، لا تحكي لي. بتعرفي شو ابشع شيء بهالمجموعات نازلي؟ الناس اللي بيشوفوا شو عم تبعتي وما بيردوا عليك، كثير بيضايقوني. في هدول اللي بيبعتوا نكت تافهه للمجموعات، بتطق روحي منهم. ايه بعرفهم، وانا كمان بطق منهم. وهي اخر رساله وبكون خلصتهم. ولمين؟ بنان توران. شو تركتي احلى وحده فيهم للاخر يعني؟ ليكون ما بدك اياها تيجي على عيد الميلاد المسا؟ ها شو عم تقولي فتون، بالعكس بدي كل رفقاته يجوا. ليكي شكلك كيف كأنه بتشبه الأشخاص اللي بيصيبوا بالعين، شو رأيك بلا ما نعزمها؟ فتون هاي الصورة إلى 7 سنين، بتكون تزوجت وصار عندها أولاد وتغير شكلها. إذا في إلى صور تانية افتحيهم لنشوفها. شو؟ ما فينا نشوف صورة لأنه نحن مو رفقات. معناها أنت محاولة من قبل. ليكي فتون ما تلهيني أكتر، ما بيكفي ضيعت وقت كتير وأنا عم أبعت لهم رسائل؟ إن شاء الله نلحق، رح أروح شوف الشغل وبعدين رح أمرق شوف المكان اللي اقترحته ميمار للحفلة. ديري بالك على المطعم، شوفك. تكرمي حبيبتي، يلا الله معي. نازلي شكرا كتير على هالدعوة اللطيفة، بشرفنا نكون موجودين بالحفلة. ممتاز، هي رفقاته كل شوي عم يزيدوا، بس بنان ما ردت، ليش ما بعرف. تفضل عادل بيك. طيب طيب، رايحة على المقابلة بعد شوي، عندي شغلة صغيرة بالبنك هلا بحلها وبعدين بروح على المقابلة. ماشي. نازلي خانوم، مرحبا، أنا ساري، تشرفت بمعرفتك.
أهلا وسهلا فيك، تشرفنا. شو هالمكان الحلو هاد؟ شكرا كتير إليك. عادل بيك خبرني عنك، يعني الحقيقة أنه سمعتك المنيحة بهالمجال سابقتك مدام نظلي. شكرا إلك. لا العفو، بشو فيني أخدمك؟ ليك ساري بيك، أنا حابة أعطي دروس، كنت عم دور على شغل، لهيك عادل بيك بعتني لعندك. السيد عادل خبرني أنه أنت عندك طريقة مختلفة بالطبخ، قال لي أنك بتحبي تكتشفي أكلات جديدة. طبعاً، أساساً في عندي وصفات جديدة وغريبة وطيبة، يعني برنامج كامل رح أعمله للمهتمين بالموضوع. ماشي، اتفقنا نازلي خانم. بتحبي نبلش بكرة؟ بهالسرعة؟ وين المشكلة؟ الشيف أكسال كان بده يعطي دروس هون بقوالب الكيك، بس هو صار عنده ظرف ما رح يكون موجود، وأنا كنت متلبك مو عارفان شو بدي أعمل، ما فيني ألغي الدرس قبل بيوم. والله خبر مؤسف. بالعكس شي منيح، يعني فيك تبلشي بدون ما تنطري. انت رح تفوتي على الدرس بدل الشيف أكسال، حتى إذا بتحبي تعي بكرة قبل بوقت مشان نظم لك البرنامج الخاص فيكي. وهو ما بيتضايق؟ نحن ما كنا حابين نستبدل الشيف أكسال بأي شيف تاني، بس اكتمل الصف تبعه، ما بدي أحكي مع الطلاب واحد واحد وألغي دروس، ولهيك حضرتك الحل الوحيد. طيب، معناها اتفقنا. اتفقنا. نازلي؟ شو حبيبتي، خلصتي شغلك؟ ايه فتون الحمد لله، عم حاول زبط أموري شوي شوي. في تطورات تانية بس بخبرك فيها بعدين، بس نخلص من هاليوم. انتو شو عملتوا؟ اللي عملناه انه رحنا اشترينا كل شي ممكن يلزمنا للحفلة، يعني ان شاء الله انه نكون اخترنا شغلات بتليق بفريد اصلا. انا واثقة فيكي، من شوي حكيت معهم وحجزت المكان كله. ممتاز، انتو طلعوا بعد شوي وروحوا شوفوا المكان. تمام. كنت حابة كتير انه روح معكم ونزبط الزينة سوا، بس أنا عندي قالب الكيك وأنا اللي لازم حضره. شو حلو، رح تعمل قالب الكيك بإيدها لحبيبة. فتون بلا غلاظة، مو كل مرة بدي أوضح لك إنه اللي عم أعمله جزء من طيب اللعبة. طيب ما تزعلي، أنا بعرف الحقيقة. إيه؟ ما رح تعزموا لعزيز على الحفلة؟ والله ما بعرف، عم فكر بالموضوع. لا تكوني خايفة إنه عزيز يفضح موضوع زواجكم. لا نورمان، هذا الشيء بس مشانه، ورح نكون أنا وفريد كزوج وزوجته، يعني ما بتوقعوا العزيز حابب يشوفنا بهالحالة. برأيي لازم تتركي هالقرار لعزيز. عن جد هالموقف صعب كتير، إذا قلتي له أو لا ما رح ترتاحي. أنا ماني مبسوطة بالتوتر اللي صاير بيناتهم، لازم نلاقي طريقة نرجعهم فيها مثل قبل رفقات وإخوات. يمكن هذا الموضوع يكون عليك صعب لأنه مثل ما بعرف في كتير مشاكل بيناتكم. يعني رح نتعشى برا مو هيك؟ إيه فريد، رايحين نتعشى برا، لازم نطلع من البيت مثل أي اثنين متزوجين مشان الناس يقتنعوا أكتر بهالزواج، أنا هيك بشوف. وليش هالليلة؟ وليش مو هالليلة يعني؟ ليلة عادية وما عنا شي نعمله. عادية؟ يعني بس تيابك ما بيدلوا إنه هي الليلة عادية أبداً مو هيك؟ لوين نروح؟ أنا بعرف لوين، وهلأ أبدلك. نحن طالعين حبيبي بدر، ما تعذب الخالة تمام؟ ماشي خالو. بشوفك. باي. بشوفك. تصبحي على خير. لاقي الخير. باي. نازلي، من كل عقلك رح ناكل هون؟ يلا امشي نروح على شي مكان تاني احسن. لا هذا المكان يلا. كتير حلو، فوت شوف. طيب استسلمت، رح خبرك. اساسا رح تعرف بس تفوت لجوا، انا ما رح طول عليك بنوب. هون في حفلة عيد ميلادك فريد أصلاً. كأنه نزعت لك المفاجأة؟ يعني نزعتها بس شوي، ولحسن الحظ أنه جوا بقية المفاجأة. الله بيعلم شو في جوا لسه، يلا لنشوف. كيف يعني لسه في مفاجأة جوا؟ خلينا نفوت بالأول وبتعرف كل شي. هي هذا اللي بدي شوفه على وشك، الملامح اللي أنت بتعملها وقت بتكون صايرة قصص كتيرة وأنت مو قدران تسيطر عليها بنوب. أنا بس حابب نبهك، يمكن بوسك بأي لحظة، وعم أسأل حالي كيف ممكن يصير وشك وقتها. ما فهمت عليك. اليوم مو عيد ميلادي، يعني بعمل اللي بدي إياه. ليك فريد، قبل ما تعملها عد للمليون، لأنه ما بعرف شو ممكن تكون ردة فعلي على هذا التصرف بلا هالموقف. أنا فيني بوسك إمتى ما بدي. شايفة رح تكون الليلة غير شكل. إيه وأنت لازم تكوني جاهزة. مرحبا، كيفك سعيد؟ كيفك انت؟ تمام. يا جماعه ليكن جايين.
ممكن نطفي الضوء لو سمحتوا؟ أنا متوقع إنه يكون في شيء، بس بالحقيقة ما توقعت يكون في شيء بهالحجم هاد، ولهيك أنا هلأ متفاجئ. بتمنى إنه تنبسطوا. كل عام وانت بألف خير. شكرا كثير لأنك إجيتي. كيفك أخي؟ شو أخبارك؟ طمني. تمام الحمد لله. سامية؟ عم نكبر العائلة. مالي متوقع أبدا جيتكم لهون. تامر، أنت مو كنت برات البلد؟ إيه والله جيت لما شفت الرسالة. رسالة؟ أي رسالة؟ والله مروة؟ كل عام وأنت بخير. والله ما عم صدق حالي، كيف أجيت وكلكم أهلا وسهلا. الله يروح علينا عيد ميلادك. شو حلوة؟ شو طالعة حلوة؟ طالعة منيح إنك إجيت، أهلا وسهلا. نازلي خانو، نحن لازم نتشكرك فعلا. أساسا أنا اللي لازم أشكرك لأنه إجيت وفرحت فريق. لا العفو ولو. كل هاد كان فكرتك مو هيك؟ ايه لازم تكون هدية عيد ميلادك حلوة. عن جد فكرة حلوة، هي أجمل هدية بعيد ميلادي، ولا هدية ممكن تفرحني مثلها. يعني كيف وصلتي لكل هالعالم هي؟ وليش لقلك؟ هلأ مو ضروري تعرف، بعدين بقلك. أنا لساتني على الطريق، بعد شوي بوصل. طبعاً وأنا عم بسأل حالي كيف ممكن تكون ردة فعله لفريد. بحكي معك، ما تاكلي همي. باي باي. فتون، تامر بيشتغل بالموضة. تامر، فتون مصممة موهوبة كتير، بس لسه ما حدا اكتشفها. تشرفت بمعرفتك. وأنا كمان يا خانم. بالمناسبة، أنت بنت كتير ظريفة. بصراحة صار عندي فضول شوف تصاميمك. الحقيقة أنا عندي مشروعي الخاص وما بحب أشتغل مع حدا بنوب يعني. فتون، تامر كتير مشهور بمجال الموضة وعنده مركز بنشانتاشي، يعني بيروح على معارض مشهورة وبأهم عواصم العالم كمان. أصلك إنه هاد تامر ما غيره؟ أماني ما تؤخذني سيد تامر. يمكن كنت قلت شوي بالمشروب ولهيك أنا ماني عم بعرف شب من التاني. ولا يهمك مو مشكلة. ليكي فتون، إذا بتحبي خليني أشوف ملفك بأقرب وقت. معلوم، وإمتى ما بدك. بالأول عندك ملف؟ عندي، معقول ما عندي؟ أنا مخبية كل تصاميمي بملف شخصي أساساً وما بسمح لمين مكان يشوفهم. طيب معناتها اتفقنا، رح أنتظرك بكرة بمكتبي. وين كان؟ نيشانتاشي. برافو، ذكرتها. بس بدي منك لو سمحتي تحاولي تجي قبل الظهر، بكون ممنونك لأنه بعد الظهر مسافر على فرنسا ضروري. طبعاً أكيد. كمان سفر من جديد؟ شغلي شو بدي أعمل؟ لازمك شي؟ سلامتك وإن شاء الله موفق. يلا سلامات، نشوفكم. أنت منيحة؟ ما سمعت، قال بده ملف وأنا ما عندي. أنت شو عم تقولي؟ ما عندي. ليك يعني انتبه لك، في عندي شغلات حلوة رسمتها بس ما بعرف ليش حاسي حالي مو جاهزة وخايفة نروح فيها. فتون اسمعيني، هيك فرصة بالعادة ما بتجي غير مرة واحدة بالحياة كلها. هذا الرجال ما بيتواجد بتركيا. ايه بعرف بعرف، كانت حلوة المفاجأة. بالإذن. شوفي فتون، ماني حابة أفكر بهالموضوع لأنه مو وقته هلأ، بدي أشوف هالرقصة بالأول وبعدها بفكر. أنا رايح لعند تامر شوي. يا حبيباتي، رح أجيب شي نشربه. صح أنا انبسطت لأنك جمعتي رفقاتي بعيد ميلادي، بس لو أنك سألتيني كنت اخترت أن يكون أنا وياكي لحالنا. بس لسه ما لحقت تشوف رفقاتك منيح. عادي، معك كيف بدي أشوفهم. olmadan tez vakit
كيفك عزيز؟ كيفك؟ منيحة؟ بظن هذا هو الوقت المناسب. مشان بوسك؟ اصحى. شو؟ ليك فريد بجن، عم حذرك لا تبوسني هون، لا تفكر مجرد تفكير بهذا الموضوع ماشي؟ لو سمحت. ليك بتركك وبركض وبصرخ وبفضحك قدام كل رفقاتك والله. خلاص شو عم تساوي؟ خلاص بلا جنانك فريد، مو قدام الناس. طمنيني، مبسوطة؟ ايه عزيز، يعني الحفلة حلوة، مبسوطة، ليش لا؟ عزيز؟ وهي كيف اجت؟ والله ما عندي فكرة. مرحبا عزيز. اهلين سعيد. مرحبا. أهلين بنان، أهلا وسهلا. كيفك؟ منيحة، أنت كيفك؟ منيح. فريد كل عام وانت بخير. بس ثانية بنان. ما ايه انا بنان. اهلا وسهلا بنان، عرفتك من الصورة، مانك متغيرة ابدا. فريد شو رأيك؟ عن جد ماني متغيرة؟ ايه فعلا ما تغيرتي، بعدك مثل ما انت. حياتي إلكم فترة طويلة ما التقيتوا انت ورفيقتك، ليش هيك عم تتصرف وكأنك ما بتعرفها؟ هي رفيقتك بنان. لا عرفتها بس اندهشت من المفاجأة، ومن زمان ما شفنا بعضنا أنا وياها. ايه صح اللي قاله. تمام، معناها في كتير قصص حابين تحكوها، خلونا نشرب شي. انتو كملوا رقصتكن وأنا رح سلم على رفقاتي. تمام. مرحبا نازلي. انتي كيف وصلتي لبنان؟ هي كانت موجودة بالصورة اللي على الانترنت، بعثت لها رسالة واجت. فريد كأنه ما فرحت فيها، بس ما يكون في مشكلة بينك وبينها. لا نازلي ما في بيناتنا شيء. بس بدي سلم على عزيز. طيب روحوا بالحق. ايه يا بنتي عقبال عندي. اهلين اختي. ها شرفت العريس. سنة حلوة. شكرا عزيز. والله يا رفيقي هلأ نازلي خانم جابت الدبلة كرمة من غير ما تحس. لهلأ ما عم بستوعب كيف نازلي وصلت له وجابتها. ايه حلوة المفاجأة. ما المهم هو يكون انبسط. عن إذنكم. إذنك معي. ايه عن جد بيكون الفلج مو بس تفاجأ. ما حدا يخبر نازلي بشي، أنا رح أتصرف مع بنان. شفت صورة على الانترنت لرفقاته. ايه ايه وبعثت لهم رسائل. شو حربوها؟ جمعتهم كلهم بهذا المكان وعملت له اياها مفاجأة. حسيت انك حابب تحكي معي. بنان انا ما بدي احكي معك بنوب، وانا مستغرب كيف تجرأتي تجي. يلا روحي من هون فورا. يعني قلت بركي بتكون سامحتني بعد هالسنين الطويلة وبترجع علاقتنا مثل الرفقات مو اكثر. معقول ما خف حقدك لهلا؟ ليكي بنان كل شيء كان بيناتنا بالماضي انتهى، عم تفهمي؟
ما بدي اياكي بحياتي بنوب. الحقيقة أنك ظلمتني فريد، وهذاك اليوم ما قبلت تسمعني. لو سمعتني وصدقت كنا لهلأ مع بعضنا ومبسوطين بحياتنا ومرتاحين. بنان حاج بكفي، ما بدي اسمعك بنوب. بنان عم تفهمي؟ اسمعي، أنا متزوج عايش ومبسوط مع نازلة حبيبتي. أصحيك، سمعتي؟ أصحيك تطلعي قدامي مرة تانية. يا الله أحلى. هالقالب بشهي كأنه أنت اللي حضرتيه. إيه كأنه. بشكركم كتير لأنه أجيتوا. أنا بالعادة ما بحب أحكي كتير، بس هالليلة الحلوة مميزة. ما بتصدقوا قديش حاسس بالمحبة وأنا معكم. أنا بعرف أنه أغلب رفقاتي تغير نمط حياتهم وصاروا مشغولين على طول، ولهيك خف التواصل بيناتنا. بس أنه نلتقي بهالمفاجأة الحلوة وشوف هالكم من الحب، يعني أنه صداقتنا قوية، وأنه بعد المسافات اللي بيناتنا ما قدر يقلل محبتنا لبعض. شكرا. وهلأ رح أحكي عن اللي خططت لهالشي. نازلي بتعرف إنه ما بقدر أعبر عن مشاعري بسهولة، بس هلأ بوجود رفقاتي جنبي رح أتشجع وأحكي عن المشاعر اللي موجودة جواتي. أنا عندي كتير كلام لازم أقوله إليك، بس رح أختصر منه. نازلي، أنا محظوظ لأنك فتي على حياتي. أنا كتير محظوظ لأنك معي. لو مانك معي كانت حياتي بلا طعمة. بشكرك من كل قلبي. ماتوا بهالشكل هاد، ما توقعت هالشي. لو كنت بعرف ما كنت جبتك. بعرف انه تضايقت كتير، انا اسفة. انت ما قلك ذنب بشي نورمان، انا اجيت بكيفي وهلأ بدي روح. طيب عزيز انا بدي روح معك. انا بتشكرك كتير بتول خانم. تصبحي على خير. تلاقي الخير نازلي خانم. تصبح على خير فريد بك. تلاقي الخير بتول خانم. يلا الصبح بشوفكن. الله معك. الله معك مدام. مو معقول تعباني ونعساني. انا مو نعسان ابدا، بس انت معك حق تعبتي، كان كل شي بجنن. انا بتشكرك ولو في داك. المهم انبسطنا، يعني على الاقل قدرت شوفك مختلف عن فريد اللي بعرفه. كيف يعني؟ كنت كتير طبيعي ومهضوم، يعني شلون بدي قلك مثل الناس العاديين. ما فهمت؟ حقك ما تفهم. لا فهمتك. رفقاتك حبوني؟
ايه رفقاتي كلهم زراف وحبوكي كمان. طيب بنان بتكون من رفقاتك زراف ولا لا؟ هي اقل وحدة بعرفها بيناتهم، مو متذكر امتى التقيت فيها اخر مرة. حسيتك مبسوط كتير مع رفقاتك مثل الولاد. بظن انه ايام الدراسة هي احلى ايام العمر، وعلى طول الانسان بيتذكرها. بهالمرحلة ما بيكون في هموم، انت رجعتيني لهالايام. يعني مبين من عيونك انه كنت شاطر وقت كنت ولد. ايه بس انا ما فيني اتخيل فريد اصلا بدون هموم. معك حق، بس بهديك الايام كنت مختلف كتير عن هلأ. كنت شاطر بدراستي وما عندي هم، وما في حدا مثلك بيحبني. لا بس مين قالك انه انا بحبك؟ والله ما بعرف. قصدك يعني انه نظمية اللي كانت تعاندني وتعمل مربى ومخلل بالبيت وحدة تانية مو انتي؟ نظمية بتكون ستي والله العظيم. بس انا كنت عم اشتغل شغلي بهدوء. كنتي تشتغلي بهدوء؟ انتي ابعد حدا عن الهدوء نازلي، ومانك رايقة ابدا، مليانة طاقة، وطاقتك ايجابية ما بتنتهي، وبحس انك بتزرعي الفرح بالقلب. بس لحظة، بفهم انك عم تمدحني او عم تشتكي انه عندي طاقة كبيرة، ما فهمت. صدقيني انا ما بعرف. انا حطيت البريق على النار مشان نعمل شاي، بيكون غلا. طيب ماشي تمام، انا رح اتصرف. ايه بس انا اللي بدي احط العسل فيه وصفيه. انت ولا يهمك، لا تعذبي حالك بنوب، انا بتصرف. مثل ما بدك. صفيته منيح وحطيت لك عسل، انتبهي ما تحرقي حالك لانه سخن. يسلموا ايديك. من اول شفه ارتحت، شكرا كثير. صحتين وعوافي. كأنه كنتي بدك تحكي شيء وبعدين تراجعتي عنه، مو هيك؟ طيب ماشي، هلأ رح أقول. شو سبب البوسة؟ هيك كان بدي. بس أنتي ليش بستيني؟ جاوبني بالأول. أي بس لحظة، نسيت أعطيك هديتك. قوم. أي هدية؟ مو اليوم عيد ميلادك؟ هي هديتك. يعني انتي كتير عذبتي حالك كرمالي، ما كان في داعي تعملي كل هالشي هاد. بظن انه هي القطعة هي الوحيدة اللي ناقصة بمجموعتك، لقيتها. عن جد شكرا كتير. تعي نجربها. يلا. شو ترقصي معي؟ كمان مرة؟ يعني رقصنا من شوي بالحفلة. مظبوط، بس كانت مشان الناس اللي عم يتفرجوا علينا، وهي كرمالي أنا. يلا نرقص ولحالنا، حرام تروح المعزوفة على الفاضي. نرقص يلا. Walking in the park, that sudden summer storm, you grabbing my hand, stumbling in the dark and wondering where's the warmth. أنا بظن إنه أمنيتك هلأ اتحققت، شو رأيك؟ يا ريتي وقف الزمن. شو قلتي؟ تمنيت أمي. إن شاء الله بتتحقق. ما بتوقع. Flying without strings, I've suddenly grown wings. You made me feel free. تمنيتي ما أكون متزوجي؟ لا، أنا تمنيت إنك تكون سامحتني عن جد ومن جوات قلبك.
فريد انت اللي اخذتني لفوق امبارح؟ لا طرتي لحالك هيك بالهوا. بلا غلاظة، بس كنت بدي اتاكد لانه كنت دايخه من التعب ومو حاسه باللي حواليي. فريد قل لي لوين جايبني نشرب قهوه الصبح؟ مكان كتير حلو. اكيد مبين انه حلو كتير. من هون تعي. عجبك؟ بجنن وكتير دافي. مرحبا. بس تفاجأت لأنه بحس إنك ما بتحب هاي الأماكن الرومانسية. شو بس أنتي بتعملي مفاجآت؟ تعبت كتير مشان مبارح، جمعتي لي رفقاتي اللي ما التقيت فيهم من زمان بمكان واحد. بما أنك تعرفتي على أصدقائي مبارح، ضل شي بخصني ولازم تعرفي. تفضلوا. قهوة السيد آدم. شكرا كتير. الله يرحم روح أبوك. الله يسلمك أخي آدم. صحة وهنا. يا لطيف ريحتها شو حلوة، بتجنن. بس في جواتها شي قرنفل. قرنفل مو هيك؟ صح. بعد ما كنا نروح على الصيد أنا وأبي كنا نجي لهون. أبي كان يحب هالمحل كتير. آدم كان يحمص لنا القهوة بإيديه ويحط لنا جواتها القرنفل. هالإنسان بيفهم بالذوق كتير. دوقي فنجان هالقهوة. هلأ فهمت من وين جبت هالذوق كله، من أبوك الله يرحمه. مع أني كنت حب الكولا من قبل، بس بعدين عرفت شو يعني قهوة. حاولت أكتر من مرة حضرها بالبيت بس ولا مرة طلعت هيك لأنه ما بعرف المقادير. خلينا ناخد الوصفة من آدم. نازلي. ايه قلي فريد. في شغلة كان لازم قلك ياها مبارح بالليل. عفوا. ايه عم اسمعك. مع أنه أنا كتير متردد إذا لازم قلك ولا لا، بس ما بعرف يعني حابب. ايه بخصوص شو؟ سألتيني إذا سامحتك لأنك خبيتي عني اللي عملته نورمان. ليك بعرف غلطي منيح، بس أنا حابة ننسى كل هالأمور، بكفي اللي عشناه. معقول مو مسامحني؟ لازم أوثق فيكي لحتى أقدر سامحك، ولازم شوف منك شي يخليني أرجع أوثق فيكي مثل قبل. لهلأ ما شفته؟ أبداً. دورت عليه بس ما لقيته، لأنه ما في. مالي ناطر دليل ليخليني أوثق فيكي وسامحك، ما بدي هالشي بنوب. الدليل بقلبي. أنا بوثق فيكي كتير نازلي، بوثق فيكي لدرجة أني مأمنك على بدر. سامحتك ومن زمان، بس ما كنت حابب أعترف بهالشي قدام نفسي ولهيك ما خبرتك. ما بدك تقولي شي؟ مفاجأة فريد. حاسة كأنه كان في جبل كبير وانزاح عن صدري، كأنه كان في حيط بيناتنا وراح. مع أني تعودت على جو التوتر وصعب لأتعود على غيره. خد حذرك. أنا ما كان لازم أني حط الهموم كلها طول هالفترة بقلبك. بعتذر منك. إذا ما رديتي هالمرة أكيد رح يطقوا. عم يتصلوا من المطعم. ما كنت موجودة مبارح لما سكروا. أوه بعتين كومت مسجات وعم يسألوني عن شغلات. معناها يلا اشربي قهوتك لنمشي لأنه الشغل ما بينطر. طيب. آدم اليوم قهوتك بتجنن. إن شاء الله تكون عجبتها للخانم. قهوتك ولا أطيب من هيك. صحة وهنا. حبتها وبدها الوصفة. لو سهلة فتون. أهلين فيكي. شبكي عم تتعوبي بالشارع، خير فيكي شي؟ نازلي بتعرفي إنه تعبانة كتير ومن مبارح مو نايمة ولا دقيقة، بتصدقي؟
ما بعرف إذا كنت تعباني من الرسم نفسه ولا لأنه كنت عم شغل عقلي طول الليل، أو يمكن لأني حاولت ضل فايقة، ولا ما بعرف شو. حسبيها بطريقة تانية فتون، معناها زيارة طارق وميمار لعندك نفعتك. بس لو تعرفي مبارح هنن شو عملوا، كل واحد فيهم أخذ زاوية ونام كل الليل. أنا الصبح فيقتهم وقلت له لطارق خذ ميمار ووصلها على بيتها وعبيتك فورا، بعتهم اتنيناتهم. طيب برافو عليك، نامي بعد المقابلة. إن شاء الله. شو عم تعملي حسابات جديدة؟ معناها مرتاحة. شو عملتي مبارح بالليل؟ نمت منيح، أول ما حطيت راسي على المخدة نمت فورا. إيه معلوم، لأنه تعبتي مبارح، يعطيك العافية. بدي أسألك، قدرتي تعرفي مين بتكون هديك البنت؟ أي بنت هاي؟ لك البنت اللي كانت مبارح، يمكن كان اسمها بنان. كيف اجت على الحفلة؟ فتون شوفي، نسيتي إنه نحن عزمناها؟ إيه بعرف إنه نحن اللي عزمناها نازلي، بس في شي ورا جايتها أكيد. لو إنه ما في هيك شي، ليش لحتى تحكي هي وفريد على انفراد يعني؟ لك شو بكي أنت؟ اسمعي، أنت وحدة مجنونة ولسه رح تجننيني معك كمان. شو بكي فتون؟ أنا سألته لفريد عنا، قال لي مجرد رفيقة، رجعت سألته عنا مرة تانية، جاوبني وقال لي إنه رفيقة مو أكتر، ومن زمان ما التقى فيها وأنا ما أحرجته. وأنت صدقتي؟ وليش عم تحكي بهالطريقة؟ أنا كتير بوثق بكلامه. والله حسيتك مرتاحة كتير نازلي، مانك مهتمة لوجود حدا بحياته لفريد. ريلاكس، قولي ما يكون صاير شي بيناتكم مبارح. قبل ما تبلش هالأفكار الغريبة تفوت وتطلع على راسك، رح قلك إنه ما صار شي. والله أنا واثقة إنه صار شي، يعني شوي شغلات صغيرة بس. مبارح بالليل ضليت نايمة كل الوقت على كتفه لفريد وعم نسمع موسيقى. أحياناً بتمرق لحظات بتقولي فيها لو أنه الزمن يوقف هون وما تفكري بأي شي غير بهاللحظة هاي. شعور مميز وحلو كتير. خلص فتون فهمنا. شي حلو كتير عن جد. اي والله. ماشي بعدين منكمل، انا رايحة ارسم كم تصميم. فتون قومي روحي نامي بالبيت، قومي قومي. كنت عم ريح عيوني بس. تركيني من عيونك، فريد بعت لي مسج. شو بده؟ بده نتغدى سوا، قال في شغلات لازم نحكي فيها بوضوح. هو هيك بعت لك؟ ايه هو بعت هيك بالحرف. واخيرا يا سادة يا مشاهدين، تفضلوا اسمعوا شو عم بيصير مع رفيقتي. فتون عيونك صاروا كأنه حبتين خوخ، شو في افكار براسك انت؟ نازلي انا بتوقع انه فريد رح يطلب ايدك للزواج. ايه فتون نحن متزوجين. تمام يا روحي، بس شي بيشبه هيك. نازلي حبيبتي، شو رأيك نحول زواجنا المزيف لزواج حقيقي حياتي؟ لك أنا كتير متحمسة، شو بده يصير؟ خلاص فتون، ليكي ما بدنا نفكر بشي ويطلع شي تاني، الحكي بيضل اسمه حكي، ولهيك بلا ما تبالغي. تمام نازلي، انت لا تبالغي ولا تحلمي، تركيني أنا أحلم عنكم. والله كنت عم أقول لحالي كيف بدي صحصح مظبوط، بس بفضلك انت طار النوم من عيوني وما ضل عندي أي مشكلة. وإمتى رح تسلمي الملف تبعك؟ طارق جاي لهون، هو بيوصلني لأنه قلت ما بدي أقلق بزحمة السير وأتأخر. فكرة منيحة، ومنا بيدير باله عليك. إيه صح، كان عندك درس اليوم مو هيك؟ إيه مزبوط، بس الدرس بعد الظهر، وهلأ لازم روح مشان زبط برنامجي. يلا فتون موفقة، بشوفك. وأنت موفقة حبيبتي. نازلي بطريقك اشتري فستان منشان المساء، لا تنسي. إيه فتون شو قلت لك؟ يلا باي. وأنا رح ضب أغراضي، والله فعلا اتنشطت. مرحبا شباب وصبايا، كيفكن جميعا؟ اهلا وسهلا فيك، تسلمي. الحقيقه كان درسكن اليوم مع الاستاذ اكسال، بس طرأ شويه تغيير على برنامجه، ولهيك انا اللي رح ابلش معكم بقوالب الكيك. اهلا وسهلا. بالاول انا حابه اوجه لكم سؤال مهم، لما نقول كيك شو بيخطر على بالكم؟ معقول ما بتجي على بالكم ولا صوره او ذكرى؟ تفضلي. بذكرني بطفولتي، يعني فوراً بتذكر لما كنت صغيرة. ممتاز، وكمان؟ جاتو أبيض وحلو ومجهز لشي عرس. كيك بشموع ومخصص لأعياد الميلاد.
وأنا بتخيل شي ممثل كوميدي أكل ضربة على وشه بقالب كيك، لأنه أنا وقت كنت طفل صغير ما كان يضحكني شي قد هالموقف. أكيد لما منقول قالب كيك ما منتذكر غير اللحظات الحلوة اللي عشناها، يعني قالب الكيك بيكون له علاقة دائماً بأحلى المناسبات واللحظات اللي ضحكنا فيها من قلبنا وحسينا فيها بالحب. النكهات اللي بتكون موجودة فيه والزينة اللي بتكون فوقه ترسم ضحكة على وجوهنا حتى لو كان القالب مقطع. بدي منكم تحضروا لي قوالب كيك مشان تتذكروا فيها اللحظات الحلوة، يعني انتو هلأ لازم تتخيلوا انه ذكرياتكم موجودة بهالمكونات، وبكل مرة رح تستخدموها فيها رح ترجعوا تحسوا بنفس الشعور. بدي شوف الابتسامة على وجوهكم دائما واسمع صوت ضحكاتكم، وبدي منكم ترجعوا ذكرياتكم الحلوة. موافقين؟ موافقين. آسفة بعتذر لأني تأخرت. أنتِ؟ إيه أنا. أهلا وسهلا. معناها خلونا نتذكر المكونات اللي رح نستخدمها بقوالب الكيك. أول شي بيلزمنا قالب مثل هاد. حاول أسرع شوي، أعطيني لو سمحت. أسرعوا باتجاه واحد. يلا كمل. مدام شوفي لي هاي. خليني شوف. كتير حلو منيح. فيك تضيفي فواكه. وهيك بيكون شغلكم تمام. تمام. بدهم تحريك شوي. مدام صارت كتير سميكة. ورجيني. ايه والله معك حق. بدك تضيف حليب وانت عم تحركها. ماشي مدام. شو كيف الشغل؟ مثل ما نك شايفة ايدي مو متعودين على هيك شغلات. انا بصراحة ما بحب ساوي الحلويات. معناها لشو اجيتي لهون؟ يعني بما انه ما بتحبيها. ما بعرف، يمكن لحتى أتعرف عليك. علي؟ ليش؟ فريد بيكون رفيقي من زمان، يمكن لهيك. كنتوا قراب من بعض؟ يعني بالصورة كنتوا قلال، وهذا دليل إنه اللي فيها مقربين، ولهيك أنا بعثت لك رسالة. أكلنا هيك، وبعدين بسبب المسافات والشغل بعدنا شوي، بس لما سمعت إنه تزوج حبيت أتعرف على زوجته. كان بدي شوف هالمرأة اللي حبها خلى فريد أصلاً ياخد هيك قرار ويتزوجها، المرأة اللي جمعتنا بعيد ميلاد رفيقنا. بعدين خليني أخد فكرة عن هاي الأمور، بلكي طلع عندي موهبة مثلك بالتعامل مع المطبخ وأكسب قلب شي رجال. أي ممكن. حاج تخفقي فيهم هلأ بينتزعوا. ايه شو صار معنا؟ مدام ممكن تجي لعندي؟ ايه تكرمي. شكله حلو كتير، فيني ضيف شي؟ تفضلي. هدول بيحلو. ايه صح، لمساتك حلوين. يسلموا. العفو. الله يسلم ايديكم، شغلكم حلو كتير. والله شكله كتير طيب وبيشهي. ممكن تشوفي قلبي؟ شو رأيك بيمشي حاله مو هيك؟ خلينا نشوف شو فينا نعمل هلأ. ما بتحبي الطبخ مو؟ بس كمان ما بتحبي الأكل معقول؟ مبلا بحب، بشعر بالسعادة. وانتي مبسوطة بهالوضع؟ قصدي يعني بعد الزواج؟ ايه اكيد مبسوطة. انا ويام نشكر ربنا انه التقينا وتزوجنا. شباب وصبايا وصلنا لنهاية درسنا، وبتمنى نكون استفدنا. مو بس استفدنا، أنا كمان زاد وزني بهالدرس.
صحة وعوافي. العلب اللي بدكم تحطوا فيها القوالب وتاخدوها على البيت بتلاقوها تحت الطاولات، فيكم تستخدموها. موفقين إن شاء الله. شكرا. شكرا. راكان بيك أنا بنان، بدي أقولك أني موافقة، بس أنا اللي رح حط الشروط وأنا رح خطط لكل شيء. ما رح أسمح لمرتك تخدعني مرة تانية. إذا بتقبلوا بشروطي بنمشي بالخطة. اتفقنا. شوف شو رح نعمل. نعم. طيب فوتيها. مرحبا فريد. ما رجعتي على إزمير؟ شو شايف؟ ما قدرت أروح قبل ما أشوفك وأحكي معك. بتوقع أنه حكينا مبارح بما فيه الكفاية. فريد، ممكن تصدقني، أنا حبيتك، حبيتك من جوات قلبي، والشي الأهم أني ما خنتك. هلأ رجعتي مشان تقليلي نفس الكلام؟ ايه طبعاً، لأنك ما قبلت تسمعني من قبل نحن وصلنا لهون فريد. بنان، الشي اللي أنت جاي تحكي فيه هلأ ما عاد له عندي أي أهمية. يلي صار صار، وأنا حالياً عم عيش حياة تانية ومختلفة، وأنت مالك فيها أي وجود. أنا أبداً ما خنتك فريد. بهديك الليلة في حدا عمل لعبة وصورني، وأنت صدقت هالصور وبعدت عني وتشوهت سمعتي. لو كنتي مكاني بتصدقي الصور ولا الكلام؟ الموضوع واضح. ما قدرت لاقي الزلمة اللي عمل هذا الشي بوقتها، لهيك ما قدرت أثبت براءتي. بس أنا شفته بالصدفة من شي شهرين تقريباً. إيه منيح، حلو. ولما حكيت معه وسألته خبرني كل شي، وقال لي إنه دفعوا له مصاري واستأجروه لحتى تكمل لعبتهم. خلوني إسكر وحطوا لي منوم بمشروبي وأخذوا لي هدنك الصور وبعدين اختفى. تمثيلية، كذبات جديدة، عايشين بالأفلام. هاد رقم موبايله للشب، احكي معه تليفون، وإذا بدك روح شوفه شخصي. أكتر شي رح يفاجئك لما تعرف مين دفع له المصاري لحتى يعمل هيك. مين؟ ديما، كانت تحبك وتغار مني وعملت هيك لحتى تفرق بيناتنا وتتزوجك، وأنا ما استغربت. يعني هيك تصرفات طبيعي تطلع من وحدة مثل ديما. اسمع فريد، أنت هلأ شخص متزوج، ما بدي منك شي، تمام؟ مبروك وتتهنى بحياتك. أساساً أنا ما كنت ناوية أجي وخبرك هالشي بحياتي، بس لما مرتك عزمتني على الحفلة، يعني ما بعرف، حسيت أنه أنت لازم تعرف أنه ديما اللي عملت هيك. لسا في شي واحد لازم تعرفه، لأنك ما وثقت فيني ولا قبلت تسمعني اضطريت نزل الولد يلي كان منك. كيف؟ لما ما وثقت فيني دفعت الثمن لحالي وخسرت ابني بسببك. أنا مناطرة منك اعتذار لأنه ما بيفيد. بدي تعرف أنه أنا مالي ذنب، وأنه أنتو كلكم ظلمتوني فريد. كل عام وأنت بخير، بتمنى لكم السعادة. ديما، أهلين. ديما احكي، بنان خانتني من 7 سنين ولا أنت اللي ورطتيها بهالقصة؟ أنا، وأنا ليش بدي أعمل هيك شي فريد؟ بعدين من وين طلعت لي بنان بعد كل هالفترة؟
مو هذا هو المهم. المهم أعرف إذا أنت وراء هالعملة الوسخة. بدي أعرف القصة بتفاصيلها. فريد، ما بعرف مين اللي خبرك بهالشي، بس أنا مستحيل أعمل هيك شي بشع، صدقني. أنا بعرف شو ممكن تعملي مشان مصلحتك، وقديش فيك تقدمي تنازلات لما بيكون في إلك منفعة بشي. أصبح ما بتعرفني. أنت اللي عملتيها ديما؟ وفيني أوصل للزلمة اللي دفعتي له؟ ولهيك جاوبيني بيكون أحسن. مزبوط، أنا اللي عملتها. مزبوط، أنا اللي عملتها. أنا اللي عملتها. إيه، أنا. لأنه هديك البنت اللي اسمها بنان ما كانت بتحبك ومو لابت لك بنوم، وبنان كانت بتحبك بس منشان مصرياتك ونفوذك، وكان رح يجي يوم وتخونك، وأنا عجلت بهذا اليوم مو أكتر، وأنا الوحيدة اللي كنت حبك بدون أي مصلحة. أنا الوحيدة، فهم؟ أنت غلطت لما عملت علاقة مع بنان فريد، ولا غلطت بزواجك من ناصلي مرة تانية؟ لو رجع فيني الزمن ما بعمل هيك، بس أنا بوقتها ما قدرت قاوم مشاعري، عم تفهم؟ ما قدرت قاوم. رفتك أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين فريد. تعي. إيه، كيف كان يومك؟ ما نو منيح، في مشاكل. وأنتي؟ عادي، ماشي الحال. يعني طلبت شوية مقبلات، بتحبي غير شي؟ نوب. احكي، ما بدك تقول شو اللي خلى نهارك اليوم مانو منيح؟ شغل كتير مثل كل يوم، وراكان بيضل عم يعمل مشاكل هو ومرته دائما، شغلات معقدة لا تهتمي. لما الواحد بيقعد بالبيت ما بعرف ليش بيكتروا ضيوفه. رح ضيفك شي، شو بتشربي؟ شي سخن مثل القهوة مثلاً؟ ولا شي بارد؟ لا تعذب حالك، زيارتي قصيرة مو مطولة. لا مو حلوة، جاي من أزمير لهون، لازم ضيفك شي. من اليوم ورايح رح تشوفني كتير عزيز، لازم ضل باسطنبول. وفي موضوع مهم لازم نحكي أنا وياك فيه مطولاً. مثل شو مثلا؟ فريد ونزلي. صحة وهنا. شكرا. شكرا فريد، مو على أساس إجينا لهون لنحكي كل شي بوضوح؟ مو هيك كانت الرسالة؟ صح، هيك كانت. شو رأيك تحكي لكان؟ نازلي، اليوم مرقت بقصص متعبة، فينا نحكي بالكتب والأغاني مثلاً؟ ونأجل الأحاديث المهمة لغير مرة؟ في شي بدي أسألك عنه وجوابه كتير قصير. تفضلي. بنان، بنان هي حبيبتك القديمة شي؟ فريد، سؤالي مانو صعب بنوم. أنت وبنان كنتوا مرتبطين؟ يعني كان في مشروع زواج بيناتكم؟ مزبوط. تعرف إنه شكيت؟ إيه، بس ما توقعتك تخبي الموضوع عني. ما خبيت نازلي،
بنان مسألة منتهية من زمان وما حكينا من فترة طويلة، ولا حتى تليفون، ما في اتصال بيناتنا بنوم، لهيك ما كان في لزوم اذكر اسمه وازعجك فيه على الفاضي. ما كنت بدك تزعجني باسمه. تمام، بسيطة. أساساً أنا شو دخلني؟ أنا ما لازم أسأل بنوب. زواجنا تمثيلية ومتفقين على هالشي، وما لازم أسألك، ما لازم أتدخل بأمورك الشخصية لأنه ما بحق لي. نازلي، أنا جاهز لخبرك إذا عن جد بهمك هالموضوع هاد. تركني بدي روح. إذا بدك الحقيقة نازلي، ممكن تسمعيني شوي؟ فريد، ما في داعي نحكي بالموضوع. أنا وبنان انفصلنا من 7 سنين. ومن يوم ما اجيت لهون نحن ولا مرة تواصلنا مع بعض. هالقصة قديمة كتير. أنا ما سألتك فمو مضطرة أسمعك. نازلي، ما بدي يضل بعقلك شي متعلق ببنان بنوم، أصلاً هي رح ترجع على إذني. لسه الفريز ما انخلط منيح. أنت بدك تسمعيني؟ اسمعي نازلي، ما في بعقلي وبحياتي إنساني اسمها بنان بنوب. طيب صب لك كاسة عصير؟ لا شكرا لك. اي على راحتك. Akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Bekleme, dönemem, dönemem belki de hasretin birinci güz yarası. Beni neden sevmedin olmuyor, ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda. Asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaptım da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim. Ne olur bir şey söyle.
karalar bağlama olmuyor. Ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık aşımı duvarda. Asılı resmiyle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim kaç mektup yaktım da bilmedin. Hasretinden ölmedim geçecek. Bütün bunlar geçecek inanma. Yalan hepsi sevgilim. بتول خانم. أهلين صباح الخير نازلي خانم. هلأ بعتت بدر بالباص على المدرسة، كان نشيط كتير ما شاء الله وكان عم يغني وعم يرقص. نشكر الله، يعني كل هذا الشي بفضلك أنتي. بتول خانم كنت بدي أسألك سؤال، شفتي فريد اليوم؟ فريد بيك طلع راح بكير كتير. ليش هو ما خبرك؟ صح تذكرت، مبلا خبرني مبارح قال لي إنه راح يروح على الاجتماع بكير بس أنا نسيت. يلا أنا رايحة كمان، يعطيكي ألف عافية. ماشي خاطرك، مع السلامة. نازلي شو انتي لسه ما حكيتي مع فريد؟ دقيت له فصلني، بجوز عنده اجتماع. طيب. صباح الخير. ها اهلين وسهلين، كنت ناطرتكم، في شي لازم خبركم اياه. ايه ونحن عنا شي لازم نخبرك اياه، بس انتي بالاول احكي. تعرفوا شغله؟ بنان طلعت حبيبة فريد السابق. كيف؟ ايه والله. شايفتك ما تفاجأتي ست نورمان. أنا بعرف في الموضوع لأني شفتها ببيت عزيز، ولما سألته قال لي عزيز أنها كانت الحبيبة السابقة لفريد. ليش بنان شو لها شغل عند عزيز؟ طلعوا كلهم بيعرفوا بعضهم من زمان لأنهم أغنياء، بتعرفي هدول اللي معهم مصاري بيلفوا على بعض. بس ما بعرف عن شو حكوا مع بعضهم، عزيز ما خبرني بشي. لك يا بنات، معقول عزيز يحكي لرفيقته هاي إنه زواجك مو حقيقي؟ مستحيل يعمل هيك شيء، وليش لا يحكي؟ ما بعرف نازلي، بس ما عدت وثقت بعد ما عرف بموضوع زواجك. ما بيقول مو هيك نورمان؟ أنا برأيي تخافوا من بنان بدل ما تخافوا من عزيز وبعدين تندموا. أنا ما طقتها بالمرة، ما استنضفت جيتها لهون، شكلها مو ناوية على خير. ها وعلمي على كلامي يا نازلي. خلصنا نورمان، صح حبيبته السابقة، بس هي القصة مرق عليها 7 سنين والموضوع صار بالماضي وخلص وانتهى. والله بكرة رح يبين معنا إذا هذا الموضوع انتهى ولا لسه ما انتهى. نورمان، يعني البنت كل حياتها ودنيتها بأزمير، يعني ما رح تترك كل شيء وتقعد هون أختي لعد تحكي بالموضوع؟ أه مثل ما بدك، أنا ما عاد أحكي وخلي المي تمشي من تحتك. يقطع عمرك. الكل صدق هالكذبة هي وحتى أنت كمان. الكل صدق أني خنتك هداك اليوم، بس يلي قلته أنا وقتها ما كان له أهمية عندكم. فريد أنا بكيت كتير وانقهرت كتير وما حدا وقف جنبي، لأنه أول شي خسرت أكتر زلمة بحبه بحياتي، وتاني شي اضطريت عيش كذبة صدق أول عالم. وبعدين عرفت، وهذا كان أحلى خبر بحياتي كلها لما عرفت أني حامل. يا ريت لو خبرتيني. ليش لحتى خبرك؟ انت طلعتني من كل حياتك ودرت لي ظهرك وبدك يعني قول هالشي كمان؟ ما خبرت اي حدا ولا حدا عارف. كيف فتحنا هذا الموضوع؟ ليش عم نرجع له؟ لازم اسمع كل شي بالاول، شو صار بعدين؟ انا قلت لازم اترك كل شي وراي بقى، لهيك قررت وقف على رجلي. وقت رجعت صحيت على حالي وقلت رح أمشي لقدام، وأخذت شهادة الهندسة المعمارية، صرت أشتغل ونجحت بشغلي. بعدين تزوجت ورحت على أمريكا واتطلقت ورجعت على إزمير، وهلأ هون مثل مو شايف. وهاد كل شي صار كأني ما عملت شي وما رحت ولا أجيت.
وأنا اللي كنت السبب. أنا قلت لك ما فينا نغير شيء. أنا حياتي مختلفة كتير عن حياتك فريد. بتعرف من هداك الوقت لهلأ تغير طريقنا وراح كل واحد منا بحياة جديدة. تزوجت زواج كان تعيس كتير، وأنت تزوجت نازلة. صحيح، أنت كيف تعرفت على نازلي؟ قصة طويلة بس النهاية حلوة، ونحن كتير مبسوطين. هي حياتي وروحي. وأنتوا لابقين لبعض كتير، وبتمنى تعيشوا حياة حلوة، وبتمنى تكوني مبسوطة. عم جرب. أنا صار لازم أروح. رفقات ما هيك؟ إيه أكيد. توصلي بالسلامة إن شاء الله. تسلم، شكراً كتير. حساب هي البنت عالنت. شو بدك يعني فوتوا حركش شوي؟ انتي شو عم تقولي جناتي؟ اصحك تعملي هالشي، البنت بكرة او بعده بتروح. بعدين عنا شغل كتير وما عنا وقت لهالحكي. انتو على اساس تخبروني شي شو هو بقى؟ لا مو مشكلة، اللي كنا بدنا نقوله ما أنا مهم لهي الدرجة، اصلا نسينا. مهم كتير والله يا نورمان. لا تواخذيني لاني مثل العادة رح كون صافي بطرف نازلي، ولهيك لازم إلا الحقيقة وما بدي تزعلي مني بنوب. خير فتون، شو صاير؟ هاي نورمان مو دافع أقساط الجامعة تبعها، صرفتن على الأكل واللبس واليوم إجا الحجز. نعم نورمان، بس خليني اشرح لك. نورمان تعالي لهون، أنا بورجيكي شو رح ساوي فيكي. أنا اليوم بدي خلص عليكي وأخلص منك بقى. شو 5000؟ قال 9748 ليرة وخمس قرش. حس قلبي رح يوقف وموت. فتون شو صار لك؟ عم تحسبي مثل الآلة الحاسبة وأنا بهالوضع؟ شو مانك شايفة السكينة بإيدها لنظري؟ نورمان لك شو الحل معك أنت؟ يعني بدك يعني موت تطقي وقهر؟ أنت مجنونة ولا في وش براسك أختي؟ عادي لشوف والله شعرك لقصه. نظري قصي لها شعرها ولا ترحميها، جابت لنا الحجز على البيت لك. بس فتون قديش رح يطلع لنا إذا بعنا هدول الشعرات؟ والله من ناحيتي ما بدفع ولا ليرة. رح قصهم. يمكن يدفعوا لنا فيهم شي 100 ليرة مو أكتر من هيك. كتير رخاص. يا ترى ناخد شوي من راسها لنبيعه مع الشعر فتون؟ أخدوا شي من البيت؟ لا لأنه ما لقوا شي عليه القيمة بيتاخد، بس حطوا عينهم على روكيش وأنا بوقتها وقفت قدامهم وما خليتهم. لقيكي نورمان اهدي شوي لأنه بهاي الحركات رح تخليني قصهم. ما قصرتي كتير حلو، لنفكر برواق شوي. الشيء الإيجابي فتون إنه ما أخذوا ولا غرض من أغراض البيت. لا ما أخذوا. خلينا نقعد ونفكر شلون بدنا ندفع لهم. ما هيك يا نورمان خانم؟ أنا عندي فكرة لأدفع الدين، خليني إلك ياها أختي. خرسي أنا. خرسي أنا بشتغل وبدفع ديوني، بس الله يوفقك بعدي هالسكين أحسن ما تغلطي وتفوتيها براسي هلأ. سمعتي لي هالفكرة فتون؟ قال بدها تسدد الدين. يا ترى كيف رح تسددي؟ يلا أحكي يلا. عندك خطة يعني ولا رح تبيع ثيابك أختي؟ شوي شوي أختي، أنا رح أشتغل وسدد وبحاول أتعب أكثر، يعني بصير بشتغل بالليل شغل إضافي وبسدد. أي شغل هاد؟ كأنك عم تفكر تغني؟ أحكي نورمان. لا أعوذ بالله، شو غني؟ بس مثلا ممكن أشتغل جرسونة بالدعوات، أو ممكن نظم حفلات، بس بعدي هالسكين إن شاء الله. لا تشرحي لي نورمان، خليكي قاعدة محلك. من هلأ ورايح حياتك رح تكون بالمطعم وبس، مفهوم؟ ورح تشتغلي هون وبتكوني قدام عيوني، ونحن بهذا الموضوع. لا تقومي، إذا بتقومي رح أصل لشعرك. بناخد احتياطاتنا منيح وبنتفادى أي كوارث ممكن إنه نتعرض لها، بس مع هيك خلينا نقص لها شعرها. شو رأيك فيه؟ إيه من قصة. راسي وليه؟ كنا بدنا ناكل. أهلا وسهلا. أهلين، تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. بيمار فوتي الزباين، يلا أنا جاية.
يلا قومي استقبلي عينك اختي. لا تخليني اهلين وسهلين. تفضلوا شرفتونا. تفضلوا. في عندي شغل بخلصه وبرجع. خذ راحتك. خاطرك. مرحبا عزيز. اهلين فريد. عزيز في عندي شوية شغل جوا، بس ترجع بشوفك ماشي. حكيتها من شوي. ديما خبرتها؟ مو هي، بنان حكت لي ومبارح زارتني. اليوم راجع على إزمير. يلي صار بينكم كان كتير سيء، يعني لو ما صار هالشي كانت حياتك مختلفة. معك حق، بس ما فينا نغير شي ومستحيل. بهيك وضع نحن لازم نعرف قيمة اللي بين إيدينا. اليوم أخذت الحياة بنان مني، بس عطتني نازلي، ولما بحسبها هيك بحس إني محظوظ. يعني آخر شي طلعت أنت الربحة مظبوط؟ بس اوعى تنسى إنه هالزواج مزيف. هلأ بس شوفك. الله معك. فريد ليك أنا آسفة كتير وبعتذر بخصوص موضوع بنان، بس كنت مجبورة. لو سمحت فريد اسمعني شوي. أنا ما بدي أسمع شي بنوب، وما بيهمني اللي رح تقولي. عم تفهمي اللي عم قوله ديما؟ إذا بتريد. أنت عملتي شي كبير يا ديما، وما في شي رح يعوضه. فريد أنا عملت هيك بس لأني حبيتك من قلبي. خلاص قلبي. أنت بكذبك دمرتي حياة صبية ديما، وما رح سامحك بعد اللي أخدتيه من بنان مو مني أنا. لك قليلي شو بدي أحكي معك؟ أنا ندمان على كل لحظة بعمري حكيت معك فيها. يا عيب الشوم. مرابحنا منيحة، بس ما شاء الله صايرة مصاريفنا ضعف يلي نحن عم نربحه هون. الله يصلحك يا نورمان، بس نحن لازم نلاقي طريقة أو حل لنزيد الربح. نازلي؟ طيب شو رأيك أقعد بهديك الزاوية؟ اقرأ الفنجان وخلي الزباين تبيض الفال. والله حلوة هالفكرة فتون، وأنا بمر على الطاولات وببيع ورد. معقول هالحكي هاد؟ يعني وين راح برستيجنا؟ ما وصلنا لهالمواصيل. نحن كمان بحاجة لموارد غير الزباين. أي صح مزبوط، مثل حفلات أعياد الميلاد وحفلات المناسبات وطعام العمل. نحن بحاجة هالقصص لتمشي أمورنا، وبعد شوي منعمل إعلان للزباين بهي القصص، ومننزل على الإنترنت مقالات بتحكي عن برنامجنا. تمام، أنا جهزت موقع لنا. شوف اليابانية ما أحلاها، شفت شلون بتتحمل مسؤولية أي شيء متعلق بالتكنولوجيا؟ إيه أنا يابانية بس ماني رجل آلي، وعندي مشاعر وقلب كمان. مثلاً وينو طارق؟ صار لي فترة ما عم شوفه. ايه صح، شو صار بهالقصة؟ انا تركتها لفتون خانو، ان شاء الله هي رح تحلها لاني بوثق فيها كتير. هاي اسمك، اذا اسمتك بيكون الك. طيب ماشي، انا التهيت كتير، عندي جامعة لازم روح، المطعم والاهم اختي الغالية هنن امانة عندكم، ديروا بالكم. عالجامعة؟ بدي روح اعطي درس بالاول. وانا حاسه حالي مخنوقه، رح اطلع شم شويه هوا على باب المطعم. طيب يلا بشوفك. الله معك. مثل ما عم تشوف بالملفات، يعني اذا نحن هلا اخذنا معمل الاسمنت وطورنا فيه شوي، عن جد فينا نحقق ربح كتير عظيم بالانشاءات. حسان بيك مصنع جديد يعني عبء جديد، انت حاسب صح؟ ايه فريد بيك، حتى انا شفت كذا معمل اسمنت وفحصتهم، وضع واحد منهم غريب كتير، مع انه له مصادر تمويل مهمه، بس الشغل فيه مانو ماشي بدقة بسبب خلافات داخلية.
يعني بيمشي الحال إذا قدمنا عرضنا؟ إيه أكيد بيمشي الحال. خلونا نفكر قبل ما نقرر. أنت كمل بتحرياتك. طيب بالإذن؟ إذنك معك. يعطيكم العافية. الله يعافيك. شو بتقول؟ والله الكلام منطقي كتير والأرقام واضحة وقرار كبير، لازم نفكر منيح. أكيد. عرفت شي بخصوص طاهر؟ لا والله، وقدمت طلب للشرطة أنه انفقد بس لسه ما منعرف. طيب والشاحنات؟ حكينا مع المحاميين بس ما في أي خبر. وانت قل لي لشوف شو حكيت أنت وبنان؟ يا الله منك يا طارق. ايه؟ طلع ساكت كل هالوقت. ايه تخيلي هالشي. فتون ليكي ما لازم تطولي بالرد عليه. ماشي حبيبتي، لازم تعطيه جواب وتنهي الموضوع. يعني قولي له اذا انت موافقه ولا لا. يعني طارق واحد كتير منيح وقلبه طيب كتير، بس ما بعرف ناظري، ما بقدر اتخيل انه كمل حياتي معه. ايه فتون، معناها ما لازم توقفي بوش الزلمه، بعدين ميمار ناطره على الدور. لا وتركت لي هالموضوع الي. طارق ما بيفكر بنوب فيها بهالطريقه هي، ومغروم فيني كمان. بلكي إذا رفضتي بيمشي حالهم مع بعض. لا نازلي، أنا كتير بفهمه، طارق مو مفكر بميمار أبدا. لكن الله يعينك على هالمهمة هي. يلا أنتي روحي، مو حلوة تتأخري عليهم. خاطرك، شوفك يا روح. وقت ما بدي تاكسي بتمر مليون تاكسي، بس لأنه بدي ما في ولا وحدة. وفريد بيك لهلأ ما اتصل. وأنا هلأ كنت رح أتصل فيكي. ليش كنت بدك تقول شي؟ لا أنت اتصلتي فيني فقلت يمكن بدك شي مني. طيب رح أقول مشان ما أشغلك أكتر. بكرة بعد الظهر لازم تجي لهون، ولهيك أنا اتصلت. وبدنا نحكي بشي خاص؟ لا، في مجلة مختصة بالأعمال رح يعملوا مقابلة معك هون. هلأ لازم سكر، بشوفك بعدين.